السلام عليكم، معكم محمود. انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له باذن الله. ثم اما بعد، بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نبدا حلقتنا على بركه الله تعالى. سؤال غير بريء: لو عرفت ان اللي بيكلمك ده محمود هو المتحدث ابو عبيده وانه بيبث الحلقات والفيديوهات من موسكو، كيف ستكون تلقيك او كيف ستتلقى هذه المعلومه؟ ايه رايك؟ يعني لو مش انا اللي قلت لك، حد تاني هو اللي قال لك، او وكاله انباء كشفت عن هذا الخبر، ستتلقاه يعني باحساس عامل ازاي؟ بالفخر ام بالقهر؟ واحد يقول لي فخر وفهمناها، قهر ليه بقى؟ القهر لعده اسباب يا اخي. يكفي ان انا اقول لك ان كتير من العرب وغير العرب اما عرفوا ان المقاومه حققوا انتصارات على الارض واسقطوا ضحايا من الطرف المعتدي المحتل، حسوا ببعض الوخزه في القلب كده، وجعهم قلبهم، قالوا يعني الناس دي تبقى احسن مننا. بس تمنوا زوال النعمه من المقاومين، وتمنوا ان النعمه دي كانت تكون عندهم هم، والفخر يجي لهم هم. فالفخر والقهر كان في نفس الوقت حاضر عندهم، فخورين بنفسهم ونفسهم برضو ان هم اللي يكونوا اصحاب الشأن والاضواء تبقى متسلط عليهم مش على المقاومه، فكانوا حاسين بالقهر، فكان الفخر والقهر حاضرين او حاضران او متناغمان في قلب رجل واحد. للاسف هذا المزيج ناس كتيرة ما بتفهموش، بتفهمش يعني ايه ان الواحد يبقى عربي ومسلم ولكن يغار ويحقد على حد بينصر الاسلام والمسلمين. حد بينصر المسلمين وانت شايف انت اولى بالموضوع ده ليه؟ طب انت كان عندك الفرصة سنين طويلة وفرص كتيرة وقلت لا، خنعت وتراجعت يعني خنست كده وقلت ايه، لا مش هقدر، بعدين مش لازم يا جماعه، هو انا لوحدي، ما تساعدوني. فلما ناس بسطاء واقل منك بكتير عملوا الموضوع ده، شكلك بقى وحش. فقبل ما يبقى شكلك وحش حقدت واحتقرت الطرف المنتصر، فبئس القلوب، تلكم القلوب التي تقسو وتغلظ على اخوانهم لمجرد انهم عملوا حاجه بتفيدهم هم، مصلحه وبترفع من شان الامه. ف شانهم شان ابليس، كان نفسه يكون هو صاحب الشان ده مش سيدنا ادم. خلصت الحلقه، السلام عليكم. امان.